تنويه هام. في البرنامج ده بنتكلم عن قصص وحكايات من الحياة العملية، وبنكشف تحديات وكذبات بعضنا بيكتبها. زي العادة بنسخر من عيوبنا عشان نتغير. احنا ما نقصدكش انت، ايوه انت اللي هتقول ازاي بتقولوا عليا كده. لا انت جميل، انت بتعمل شغل عالي. حوالينا كتير ناس شاطرين واحنا لسه ما نعرفهمش، وناس كتير عندهم حلول لمشاكل واحنا لسه ما سمعناهاش، والناس دول كلهم بقى بيقولوا انهم بيدوروا على فرصه لكن الابواب مقفوله. احنا النهارده عايزين نتكلم انه الابواب المقفوله مش بس حاجه هتحصل معاك، الباب المقفول وصف لمرحله هتعدي عليك في حياتك العمليه، والشاطر بس هو اللي بيعرف ايه اللي ورا الباب المقفول. يا مرحب في شغل عالي، أول برنامج مصري بيتكلم عن الشغل وبيئة العمل وتفاصيلنا الخاصة جداً، الموضوع اللي بيمثل تلت حياتنا. في كل حلقة هنركز على شغلانة بعينها، وهنتقابل مع واحد من كبارات الشغلانة دي، ونرجع نكشف بعض الكذبات اللي أحياناً بيكذبها اللي بيشتغل في الوظيفة دي، وكمان أشهر 10 تحديات في حياته. ولأن عينينا طول الوقت على المستقبل، هنتعرف على مستقبل شغلنا. شغل عالي شغل عالي. أحياناً وانت ماشي في الشارع عينيك بتزغلل من كتر يافطة مطلوب آنسة للعمل، وتقول فين أيام زمان كان الرجالة هي اللي بتشتغل والستات في البيوت أو على الأقل زباين. لكن لو عرفت التوظيف زمان كان عامل ازاي، مش هتحب خالص انك ترجع لورا وهتكمل تدوير. احنا دلوقتي سنة 1939، والعالم خلاص على اعتاب الحرب العالمية الثانية، مع استدعاء عدد كبير من الناس للخدمة العسكرية. كان لازم العالم يفكر مين هيعوض نقص العمالة، وفعلا بدأت الجيوش اللي دخل الحرب العالمية الثانية في رصد القرى والمدن اللي خسرت عمالها بسبب انضمامهم للجيش، وبدأت تعلن عن الوظائف الخالية. كانت ببساطة إعلان مباشر وصريح في الجورنال عن وظيفة ليها مؤهلات محددة، ودي كانت بداية توسع نشاط المرأة في معظم الوظائف على نطاق دولي. ببساطة العالم اضطر، فنزلت الستات لسوق العمل. يعني معنى كده إن المقابلات الشخصية والسي في والكلام ده، الحرب العالمية هي اللي طلعتهم على السطح ودخلتنا في الدوامة دي. سنة 1482 كتب ليوناردو دافنشي أول سيرة ذاتية احترافية في التاريخ، لما قرر أنه يراسل حاكم ميلانو علشان يطلب شغل، وفي الخطاب استعرضوا بطلاقة مهاراته وقدراته. في النهاية خليك عارف يا صديقي أن كل ما تجتهد الفرص هتجيلك أكتر. شغل عالي شغل عالي. هتلاحظوا أننا في كل حواراتنا مع أشخاص ناجحين ومتحققين يعني في مجالاتهم، دايماً بنسألهم عن الفشل. بصراحة كده بالنسبة لي، وأعتقد بالنسبة لناس كتير، أكتر حاجة ملهمة في مشوار الناجحين هم أو هي اعترافهم بفضل الفشل. أيوة زي ما سمعت كده، وهو دايماً بتلاقيهم عندهم حكايات كتير جداً عن الأبواب اللي اتقفلت في وشهم، وعن هم عملوا إيه لما الأبواب دي اتقفلت. وغالباً اللي بيميز معظمهم إنهم كانوا شايفين حاجة ورا الباب المقفول. في ناس شايفة إن الباب المقفول ده فرصة إني أطور نفسي، أنا الباب ده ما اتفتح ليش لأني ما كنتش جاهز. وناس شايفة إن الباب لأني خبطت عليه كتير فاكتشفت إنه مش مناسب ليا فغيرت اتجاهي. حصلت مع ناس كتير ناجحين. لكن أنا النهاردة عايز أخدك معايا مش قدام الباب المقفول، لكن ورا الباب المقفول، عند المؤسسات، عند أصحاب الأعمال اللي قافلين الباب أصلاً. وتعالوا ندخل كده في العالم ده ونشوف التحدي اللي يمكن إحنا ما كناش حاطين نفسنا مكانهم وما نعرفش إيه المشاكل، لكن هو في مشاكل حقيقية.
في تحدي كبير في العالم كله في اتخاذ القرار المناسب للتوظيف، تحدي إنك تختار الشخص المناسب. طبيعي، معروفة، وكل الشركات وكل المؤسسات عارفة ده. التحدي الأصعب بقى إنك تقدر تدي فرص عادلة لعدد أكبر من الناس. فهو كل ما بيفتح الباب كل ما بيجيله ناس أكتر، وبالتالي هشوف ناس أشطر أكيد. ويمكن للسبب ده عملوا إعلانات الوظائف. الناس قرروا في فترة من الفترات إنه بدل ما أكون عايز حد يساعدني في شركتي فأسأل الناس اللي حواليا، يمكن لو عملت إعلان فدايرة الناس اللي ممكن تجيلي أكبر، وهكذا وتكبر وتكبر وتكبر. يمكن الناس اللي بتوسع قاعدة البحث أو اللي بتعمل حاجة اسمها الإتاحة تتيح الفرصة هم أذكياء كفاية، لأن هم عايزين ناس أفضل. المادة 23 من حقوق الإنسان ضمنت لكل شخص حق العمل، وقالت كمان إنه مش بس من حقه يشتغل، حقه حرية اختيار الشغلانة اللي يشتغلها وفي شروط عمل عادلة ومرضية. يمكن للسبب ده كانت الشركات الكبيرة بدأت يكتبوا كده عن نفسهم. لما شركة تحب تطمنك وتقولك إن إحنا ناس جامدين قوي وفاهمين قوي، فبيكتبوا جملة كده، إحنا عندنا فرص عمل عادلة، بتتقال أكتر، ولأنها مصطلح أمريكاني هو بيتقال كده Equal Opportunity Employment، يعني فرصة عمل عادلة. أول ما تشوف يعني الشركة دي اعرف إن الناس دي فاهمة وعارفة سكتها في النجاح، لأنه في الغالب المؤسسات اللي بتعمل كده هي المؤسسات اللي بتجيب نتائج أحسن، لأنها بتختار وهي مغمضة عينيها. عارفين صورة العدالة اللي مغمضة عينيها دي؟ بتختار وهي مش مركزة ده مين وخلفيته إيه، ففي الغالب بتختار الأكفأ، مليش دعوة هو مين، بدون انحيازات. والعكس صحيح، غالباً المؤسسات اللي فيها انحيازات بتبقى اختياراتها غلط وبتتعطل فترات طويلة. إيه أنواع الانحيازات تفتكروا؟ في انحيازات أحياناً يقولك للقرايب، للعيلة، مش بقصد هنا الفاميلي بيزنس، في ساعات عيلة تعمل شركة، لكن لا، واحد من عيلتنا من بلدنا بيفهم في الشغلانة مش لازم بس هنشغله فيها، هو بتحصل. وفي انحياز قابلي، يعني يقول لك من بلدنا. وفي انحياز ديني احيانا وبيحصل كتير وبيحصل في كل بلاد العالم. وفي انحياز للنوع، يعني في مؤسسات كتير، وهنا لازم أقف وأفكركم بإحصائية كده بين مجموعة من الموظفين، فاكتشفوا كده أنه 38% بس من الناس اللي شملتهم الإحصائية وافقوا أن تبقى مديرتهم واحدة ست، يعني معظمهم منحازين للرجال، وإحنا بيحصل العكس. ففي انحياز للنوع الناحيتين، وفي انحياز للقومية. تخيلوا أنه حتى في العالم كله بقت الناس تفكر في أن أنا هعين ناس من أي بلد في العالم، لأنه طبعاً الشغل بقى عن طريق الإنترنت، فده بقى ممكن، وبقى عكس ده وحش، يعني ينفعش أقول ده مش هاخده لأنه من البلد الفلانية، ما ينفعش. وفي طبعاً انحياز طبقي، يعني حد يقول لك ده لا مش كلاس كده، مش عايز أخده في الشغل، ده مش سبب، مش مفروض يكون سبب لحد. مفروض إن كلنا نبقى بنفس الأخلاقيات العمل وبنلتزم بنفس الأخلاقيات، بس ده انحياز سافر. بعد ما قلنا أنواع الانحيازات، لو قلت لأي حد، إحنا اتفقنا هنتكلم ورا الباب، فبنكلم الناس أصحاب القرار في المؤسسات. لو قلت لك دلوقتي وإنت بتسمعني وإنت قلت لنفسك أنا ما عنديش انحياز، أنا عمري ما عملت كده، ولا عندي انحياز طبقي أبداً لا سمح الله، ولا عندي انحياز للجنس، أنا شركتي فيها شباب وبنات وكل حاجة، ولا عندي انحياز ديني، لا ده إحنا كلنا إخوات، كلنا في ذهننا هتدور الفكرة دي. تعال نفاجئك بقى إن كلنا عندنا حاجة كده مستخبية ولا عمرنا نعرف، اسمها الانحياز المضمر أو الإمبلست بايس. انحياز كده من غير ما نقصد، يعني أنا في حد كده نقعد نقول كميتي جاية معاه فأنا بحبه زيادة، وفي حد أنا بفضل برتاح وما بشتغل معاه، مفيش سبب منطقي، يعني لو هو مش بقول عشان شاطر أو عشان لطيف، أنا بستلطف فلان. تحصل صح؟ بس احنا عمرنا ما نسميها انحياز، لا هو بس لطيف وخفيف على قلبي، ماشي الحال. بس كمان الانحياز المضمر بيحصل ساعات بسبب اللي سمعته عن الناس، فساعات تسمع يقول لك فلان ده بخيل، ففلان البخيل انا سمعت انه بخيل، انا ما اعرفوش كويس، بس اول ما الاقيه بيطلع فلوس من جيبه ابتدي اراقبه بقى، بص ازاي بخيل، ده خد ال 20 جنيه الباقي، ده بخيل قوي، انا عادي، انا باخد الباقي ال 20 جنيه عادي. أي حد فينا ممكن يعمل كده، بس أنا سمعت عنه حاجة فأكدت فانحست ضده
من غير ما أعرف. تخيلوا أنه حتى لو أنا عندي انحياز مستخبي كده، لو أنا صاحب عمل، نعمل إيه طيب عشان نتغلب عليه؟ نتدرب. في بعض المؤسسات التعليمية في بعض الدول بيدربوا المدرسين بتوعهم على فكرة، خلي بالك بس صباح الخير كده أنت هتبقى مدرس معنا في الجامعة، خلي بالك أنت عندك انحياز مدبر، بالذات في الأماكن اللي فيها ناس من جنسيات مختلفة، عشان طبعاً بيبقى فيه شوية انحيازات، فاتدرب على ده. وخلي بالك ان احنا في رقابة على 1 2 3، لإلا انحيازك ده حرام المستخبي جواك يطلع في صورة انك تضايق حد عندك في الطلبة، او تغلس على فلان عشان بنت، او تغلس على فلان عشان خلفيته الاجتماعية او الدينية ايا كان. العكس بقى، معلش هرجع تاني ورا الباب نطلع ورا الباب تاني. لو انا عندي مدير منحاز اعمل ايه؟ لو عندي مدير منحاز هشتكيه، هو مديري، هشتكي المدير، مش عارفة دي ازاي بس ماشي، هشتكي للأكبر منه. موافقة. ايه كمان؟ ممكن اشوف شغل بديل او اتناقش معه لو في مشكلة ممكن نحلها. شوف شغل بديل، امشي واسيب لهم الشركة. ايه كمان؟ ما يبقاش في تميز. حد عنده حل؟ ما انا يمشي واشتكيه، صح؟ موافقة. بس هقول لك فكرة تانية، بيقولوا كده ان لو عندي مدير منحاز ممكن ده يبقى فرصه عظيمه ليا اني اتطور. يعني لو هو منحاز ضدي، ما اكيد لو منحاز ليا انا هبقى مبسوط، لو هو منحاز ضدي انا عندي فرصه اني اطور جدا 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 من نفسي. وعندي حد صديقي علمني الحكايه دي، قال لي انا كنت بشتغل في مكان كنت محتاج ابقى اشطر 10 مرات من اللي جنبي عشان بس اخد نفس فرصته. انحياز جاب نتيجه. وبيقولوا انه تاني حاجة لمواجهة الانحياز، مش بس أطور نفسي، أنا برضو ممكن أطور نفسي ويفضل مضايقني، يعني بيقولوا كده أنك لازم تقابل مديرك وتتكلم معاه أكتر، لأنه معظم الانحيازات زي ما اتفقنا إيه؟ صورة ذهنية، هو مكون عني صورة. والحاجة الأخيرة العظيمة بقى، تجاوز، أشوف مكان تاني، ممكن أشوف مكان تاني. موافقك جدا، امشي بس دور اتحرك، لأنه أكيد الشخص اللي منحاز ضدي ده مش هيفضل طول العمر، ولا أنا هفضل في مكاني طول العمر. خد نفسك شوية غالي وارجع نكمل شغل عالي. أحمد فتحي واحد من أبرز القادة الشباب خلال ال5 سنوات الأخيرة، مؤسس واحدة من أكتر الفعاليات التدريبية تأثيراً، مؤسسة شباب القادة، اللي بدأت بحلم، حلم لتمكين وتأهيل الشباب للقيادة وتحضيرهم للمستقبل خلال سنوات الجامعة. بدأ حياته العملية داخل إحدى كبرى شركات الاتصالات، وقرر ياخد الخطوة اللي كانت الأصعب وقتها، إنه يسيب نجاح حقيقي وكبير وفي وظيفة مهمة ويؤسس صرح كان وقتها مجرد حلم. أنا المكان ده من الأماكن اللي زرتها كتير قوي، بس النهاردة مبسوطة جداً إن أنا جاية أستضيفك كضيف في شغل عادي. أنا اللي سعيد جداً بوجودي معاك يا دينا. أحمد فتحي المدير التنفيذي لمؤسسة شباب القادة، وعضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ووكيل لجنة التضامن بالمجلس. أنت واحد من الناس اللي عملوا المغامرة، مش عارفة بقى محسوبة ولا لأ، بس في كده في العلم بتاع الإدارة يقول في حد لازم ياخد قرار ينط في الهواء. تنطيت في الهواء في حياتك؟ يعني تعودت من صغري إن أي قرار إن أنا أخده لازم يكون مدروس كويسة. فمن صغري كنت حياتي كلها مساعدة الناس، وده اللي أنا اتعلمته من أهلي، إن أنا إزاي أقعد أساعد غيري. فكنت في المدرسة كنت غاوي جدا إن أنا أخش في اتحاد الطلبة وأخش في الأنشطة الطلابية عشان نساعد غيرنا. أيوه شكلك كده الطالب المثالي. كمان دخلنا الجامعة بمناسبة الطالب المثالي، كانت أمنية حياتي إن أنا أغير الفكر بتاع الدكاترة، إن مش شرط إن الطالب المثالي يكون شاطر في المذاكرة فقط لا غير. فكان لازم يكون كمان بيساعد غيره ويبتدي يطور من المجتمع. فده قدرنا عملناه في خلال 4 سنين. أنا يعني ما توفقتش في أول سنة ولا تاني سنة ولا تالت سنة ولا رابع سنة. الرابع سنة بقى اللي خدتها، يعني هي بقيت الطالب المثالي نتيجة ال4 سنين اللي اشتغلنا في تنمية عشوائيات، عملنا حملات لمنع التدخين في الجامعة، عملنا حملات كتيرة جدا. هي دي اللي يعني الحمد لله خلتنا إن إحنا نكون نحصل على لقب الطالب المثالي، وكمان اتحاد الطلبة.
الحلم كبر اكتر ان انا كان نفسي على طول بعد ما اتخرج ان انا اساس كيان واساس شباب القاده. بس كنت بسأل نفسي سؤال اللي دايما بس انت بس انت اشتغلت كوربريت يعني اشتغلت في شركه كبيره سنين طويله. كانت احدى شركات الاتصالات وده كان ضمن الاسباب ان دايما بقول للشباب ان انت دارس حاجتك ونفسك اللي انت تشتغل ونفسك اللي انت تعمل نجاح كبير في حلمك بس مش شرط تحققه من اول مره. كان الحلم ده اتوقف شويه. ينفع ده يبقى عنوان عنك؟ انا بحس انه في حياتك الشخصية انت قصة نجاح، يعني انت حد مؤسس والقف الجميلة الحلوة دي اللي هي خرجت اجيال من الشباب. دورك وادائك في المجلس النواب مؤخرا، بس هل في تراكم من خبرات انه ما تستعجلش؟ انت مفيش حاجة حصلت معك بسرعة برضو، انت خدت الحاجات على مهلك صح؟ ده حقيقي. انت اول مرة تقولي موضوع اتحاد الطلبة اللي على مهلي ده خدناه حاجتين مهمين قوي. ان كان بقى في اتحاد الطلبه كانت نفسي في يوم من الايام ان انا ارشح نفسي لانتخابات مجلس الشعب، كان ساعتها اسمه مجلس الشعب. من وانت في الجامعه؟ من وانا في الجامعه. فنقول يعني ده حاجه سهله ولا حاجه صعبه؟ كان حلم. والحاجه اللي اكتر من ده لما جيت قلت القرار اللي انا اقدر اسس كيان واسس شباب قاده في الوقت ده ما كانش عندي الخبره طبعا ان انا اقدر اساعد اكبر عدد ممكن من شباب المدارس والجامعات. واسال سؤال؟ طبعا. يعني انت حد بتشتغل في شركة كويسة بلغتنا إحنا، مرتبك كويس وتمام ومبسوط، ليه تاخد مغامرة؟ إزاي خدت قرار أسيب كل ده وأنت كنت ناجح وتايتل بتاعك كان كبير قوي في الشركة؟ أنا كنت مهتم جدا بالحلم بتاعي إن أنا إزاي أقدر أأسس كيان يخدم أكبر عدد ممكن من الناس. فتطوعت في إدارة اسمها المسؤولية المجتمعية. تطوعت فيها قعدت 14 سنة أسست مبادرات كتيرة جدا بتخدم أكبر عدد ممكن من الشباب من خلال المشروعات الصغيرة والشركات الناشئة. إزاي يبقى في مبادرات لتنمية العشوائيات، وكان ساعتها زي ما كان عندنا عشوائيات كتيرة جدا جدا في مصر، إزاي يقدر الشباب يطور فيها وينميها، إزاي يقدروا يعملوا قوافل طبية تقدر تخدم أكبر عدد ممكن من المحافظات. كل المبادرات دي ابتدينا كمسؤولين مجتمعيا نوفر مبلغ مالي محترم يقدر يخدم المبادرات الشباب اللي احنا اشتغلنا فيها. يعني انت تقريبا كنت بتعمل نفس دورك طول حياتك بس اتغيرت المسميات. ده حقيقي. يعني وبما ان القهوه بتاعتكم حلوه تسمح لي بس نقعد ونحكي وتقول لنا يعني ايه سي اس ار، المسؤوليه المجتمعيه في الشركات، وايه فايدتها للمجتمع؟ طبعا. كنت بسألك عن الـ CSR أو خدمة المجتمعية اللي موجودة في الشركات. في ناس بتسمع المصطلح بتبقاش عارفة، هو الشركات الكبيرة اللي كل همها المكاسب دي بتشتغل إيه للمجتمع؟ بتعمل إيه؟ دي حاجة مهمة قوي الناس تعرفها. إدارة المسؤولية المجتمعية إدارة مهمة جداً، بقت أغلبية الشركات اللي موجودة في مصر مهتمة بيها. بمعنى إن هي بتدعم كل مؤسسات المجتمع المدني، وكمان مبادرات الشركة دي بتخلقها عشان تطوير ملفات كتيرة زي التعليم زي الصحة زي الإعاقة، كل الملفات اللي بتهم كل مواطن مصري مسؤولية المجتمعية للشركات القطاع الخاص هي شغالة عليها. طيب ده بيفيد المجتمع في إيه؟ إن بيبقى فيه دعم مادي بدل ما يتحمل الدولة التكلفة دي، لا القطاع الخاص هو اللي بيتحمل التكلفة دي. بعد سنين طويلة من الشغل مع الشباب وبدون مجاملة، ايه احلى ميزه انت شايفها في الشباب المصري في الوقت الحالي، وايه اكبر عيب؟ بس لازم تقولي كمان العيب. لما نزلنا الجامعات الفتره اللي فاتت شفنا شباب كتير جدا عايز يعمل تنميه حقيقيه في كل الملفات اللي بتهم كل مواطن مصري، فدي ايجابيات كتيره جدا شفناها ان الشباب فعلا شباب واعي مثقف عايز يعمل تغيير حقيقي وتطوير حقيقي داخل المجتمع. يعني انت عكس الفكره المتصدره انه سلبي ومش مشارك ومش متحمس. بصي عشان ابقى صريح مع حضرتك، مش كل الشباب ايجابي ومش كل الشباب عندهم سلبيات. طب ايه اوحش صفه انت عايز تقول للشباب النهارده اوعى تكون فيك لانها هتعطلك كتير؟ ان انت تبقى سلبي، دي اكتر حاجه وحشه بجد. ان انت دايما احنا بنقول هلهم واحنا بننزل الجامعه ما تعلقش على الشماعه ان انت مش راضي، ان الدوله مش مهتمه بيك، ان عيلتك مش مهتمه بيك، ان المجتمع اللي حواليك من اصحابك من جامعتك من الشغل اللي انت هتقدم ليه مش مهتم بيك. دي نقطه حلوه لانه ده كده خلق الاعذار. احنا طبعاً بنعرف نخلق اعذار زي ما احنا شفنا ان في ناس ايجابيه وعايزه تطور، شفنا ناس تانية للاسف الشماعه دايما بتعلق الشماعه. بس ده دور مهم احنا كمؤسسات المجتمع المدني، ودور مهم بتقوم بيه الجامعات والمدارس اللي تحول الطاقه السلبيه ديت لطاقه ايجابيه. ومش عايزينها كلام او شعارات،
عايزينها تبقى حقيقه عشان طاقات الشباب. لما ابتدينا نوضح لهم ان انت تخش وتشارك في انشطه طلابيه، تخش وتشارك في اتحاد طلبه، لا ما شاء الله دلوقتي يعني احنا بنفتخر بيهم. وده خليني اسالك عن جدوى التدريب. التدريب كم في المية ممكن يغير من قدرات الناس؟ احنا قبل عملية التدريب في حاجة مهمة جدا بنعملها، تقييمات. احنا متفقين مع احسن الشركات اللي موجودة في العالم بتبحث عن الكوادر الشبابية اللي موجودة داخل المدارس وداخل الجامعات. ازاي بنعمل ده؟ تقييم الكتروني. هو بيقيس هل هو متخذ لقرار، هل هو مؤثر مع الناس، هل هو بيتفاعل مع الاخرين، هل هو قائد بمعنى الكلمة. ساعتها بيطلع لنا ريبورت، التقرير ده بنبتدي نتفق مع شركات التدريب ونبتدي عندنا نماذج مشرفة من المدربين اللي يبتدوا يأهلوا ويدربوا الشباب. لكن التدريب في المطلق مش صح، ان انا كشاب اخش إلا دربني. انا عايز أأهل نفسي. طب لكن انت محتاج تأهل نفسك في ايه؟ تقييم قبل التدريب. حلو. تقييم مهم جدا، اللي هيعرف الشخص اللي هيدرب هيدربه على اساس ايه. عايزة في جملة واحدة تقول لي مفهومك عن العلاقات. العلاقات دي ده كنز. علاقاتي المحترمة مع زمايلي في الشغل، علاقاتي المحترمة مع زمايلي في التنسيقية، في المجلس، في كل مكان. العلاقات ده كنز لازم الناس تحترمه، لازم الناس تشتغل عليه طبعا. يعني الشغل لازم تبقى دينمو ان انت تحقق نجاحات كتيرة عشان خاطر توصل للي انت عايزه. لازم تشتغل، انت تبقى دينمو عشان تشتغل عشان تحقق نجاح. طب النجاح تعرف تقوله لنا في جملة؟ النجاح في جملة ان انت عايز ايه، عايز تحقق ايه في حياتك عشان تقدر تحقق نجاح. ما ينفعش ان انت عايز تقول انا عايز ابقى ناجح في حياتك وانت مش عارف انت عايز ايه. الاحباط عدى عليك؟ اي شخص حاجة هتتمكن منه سواء نجاح او احباط هي دي اللي هتفضل ماشي معاه. فانا دايما اللي الحمد لله بنخلينا نتمكن مننا هو النجاح. حلو. مش يعدي علينا بس ما يطولش. ما يطولش خالص. الإخلاص. إخلاصك لكل حاجة تكون حواليك ده من أهم الأشياء اللي لازم تكون موجودة في الشخص، يكون مخلص الحاجة اللي بيعملها. بيقولوا النجاح لأنه هدف مغري جداً لأصحابه، فساعات بيخليهم يتخطوا الأخلاق. في رأيك إيه؟ محدش يبيع أخلاقه ويبيع قيمه ويبيع مبادئه عشان يوصل لهدف معين. خليك بأخلاقك وخليك بمبادئك وربنا هيكرمك في يوم من الأيام. الشغف كلمة بقت مستهلكة من كتر ما الناس بتقولها كتير، وانا فقدت شغفي وانا عندي شغف مش عارف ايه. يعني ايه شغف؟ الشغف ان احنا كنا نعمل منصة تجمع كل الانشطة الطلابية على مستوى جامعات مصر وربنا اكرم وحققناها. شغفنا دلوقتي كمؤسسة وشغفي انا شخصيا ان زي ما عملناها جوه مصر عايزين ان شاء الله نوصل لدول افريقيا، وده هيحصل الفترة الجاية ان شاء الله. ونشوف الافكار المحترمة اللي الشباب المصري برضو في الجامعات هناك بيقدموا ايه. ده حلوة. يعني الشغف متجدد طبعا. بالنسبة لك السؤال الصعب اللي أنا عايزة رأيك فيه، هل بتعتقد أنه بعض مؤسسات التدريب اللي بتقدم خدمات تدريبية في مجالات مختلفة مش بس مع الشباب بتقدم حاجة وهمية، شهادات بلا قيمة الناس بتخرج منها زي ما دخلت؟ ده حاصل؟ هو للأسف طبعا موجود، وموجود يعني كتير قوي. يعني ده مش بقوله عشان خاطر اقول ان احنا كويسين قوي وجمال قوي، بس لا احنا عارفين انتم بعيدا عنكم خالص. زي ما وضحت قبل كده احنا بنعمل عمليات التقييم عشان اعرف ادي تدريبات الشباب محتاجاها ايه هي. واللي اكتر من ده الشباب دلوقتي برضو بقى ذكي جدا، بقى عارف مين المؤسسات سواء شركات خاصة او مؤسسات مجتمع مدني شغالة في ملف التدريب والتأهيل فعلا هو استفاد وتعلم ولا لا. الموضوع ما بقاش شهاده. اللي عايز اوضحه لكل الشركات او كل المؤسسات اللي شغاله في ملف التدريب والتاهيل، لا ادربوا بجد، احترموا عقليه الشباب عشان الشباب تقدر تحترم الشركه بتاعتك او تحترم المؤسسه بتاعتك. فكل ان احنا نقدر نقوله ان احنا الحمد لله كمؤسسه بنحترم عقول الشباب عشان الشباب تقول ان احنا استفدنا وتعلمنا بجد. شكرا فتحي الصديق العزيز وسيادة النائب ووكيل لجنة التضامن والشاب المصري اللي مقدم قصة نجاح حقيقية واللي عامل على الأرض فعلا شغل عالي. بشكرك. أنا اللي بشكرك يا دينا بجد على دعمك الكبير لينا، وبشكر برنامج شغل عالي اللي انتوا بتعملوا فعلا شغل عالي. حاول. شكرا. توظيف رغم أهميتها الشديدة هم كمان قطاع صعب، عندهم أو بعضهم
بيكذب شوية كذبات وعندهم كمان كتير جدا من التحديات. خلونا وزي ما تعودنا بقى نبتدي بأشهر 10 كذبات بيكذبها أحيانا أصحاب مكاتب التوظيف. الكذبة الأولى وبناء على استفتاء جماهيري معروف إن إحنا سألنا ناس كتير قوي إنه أكتر حاجة اتخدعوا فيها هو العنوان ده، فرصة شغل من البيت، ويزودوا في الآخر كده وهتقبض بالدولار. مين يقدر يقاوم الجمال ده كله؟ اشتغل من البيت وقبض بالدولار. الحقيقة ما تصدقش الحكاية دي، إنه مفيش مكتب توظيف يقدر يوفر لك فرصة شغل في البيت هتقبض بالدولار بناء على ولا حاجة كده. ممكن ناس بتشتغل من البيت وتقبض بالدولار لو بتشتغل لخدمة حاجة بره البلد أو أي سبب آخر، بس مستحيل تبقى مفتوحة كده وعامة كده ولأي حد ولأي خبرة. الكذبة الثانية، هيقول لك معلش إحنا هنوديك مكان بس هتقعد فترة تدريب بدون مقابل. دي معروفة، في فترة تدريب بتبقى في الأماكن، بس تقعد 3 شهور بدون مقابل وبعد ال3 شهور يقولوا لك إحنا مش عايزينك أو ممكن نمشيك ونجيب حد تاني. على كل حال ده بيحصل وبيحصل أحياناً كتير. الكذبة الثالثة، كذبة وأسفة بقى في الكلمة دي، نصبايا. لو لقيت إعلان لوظيفة في مؤسسة كبيرة أو محترمة أو وظيفة حكومية مثلاً ولقيته كاتب لك التواصل على واتساب رقم كذا، الشركات أو الأجهزة الحكومية هتتواصل على الواتساب تفتكروا؟ اوعى تكون بتصدق. مين قال ممكن؟ ما حصلش. شركات والمؤسسات الكبيره والمحترمه بتتواصل عن طريق الايميل وبتبعت لها ايميل. الكذبه الرابعه، هيقول لك تعالى مقابله باللابتوب، وساعتها لازم تخاف لانه هيخليك تستخدم اللابتوب وتعرض مهاراتك وخبراتك، وبعدين احتمال يبيعك اللابتوب لانك هتدفع مصاريف عشان تتوظف. الكذبه الخامسه، هيقول لك معلش اصل احنا يعني لو سالته طب ايه الموقع بتاع الشركه بتاعتكم، فيقول لك اصل احنا لسه فاتحين جديد ولسه ما عملناش ويب سايت، ما عملناش موقع لنفسنا، فاحنا بالنسبه لك شركه مجهوله، ما تعرفش هم مين ولا مين بيشتغل هناك ولا عنوانهم فين، هم شركه مجهوله بتكلمك او بتراسلك. الكذبه السادسه، هيقول لك احنا انت هتعمل انترفيو وهناخد منك 8 ابلكيشن أو 8 عمولة عن شغل أنت لسه مشتغلتوش. مكاتب التوظيف المحترمة ما بتعملش كده، خلي بالك. العمولة بتتخصم، طبعاً هم ليهم عمولة وبياخدوا أجر، بس تخصم من أول مرتب ليك، يعني لما تبقى ضمنت أنك رحت شغل. كذبة السابعة، بيعملوا حاجة غريبة قوي مش مفهومة خالص، يقول لك امضي على استمارة 6. يعني هترفض؟ تعرفي استمارة 6 دي يعني إيه؟ يعني هتترفض، يعني انا قدمت يعني انت اترفضت قبل ما تشتغل، اترفضت. فدي لطيفه جدا. الكذبه الثامنه، هيقول لك انه في فرصه عمل في بلد تانية ومحتاج تدفع بس ابلكيشن غاليه شويه، تدفع حوالي 10000 جنيه او رقم كده، يعني 1000 جنيه لحد 10000 جنيه رقم كبير شويتين، فيقول لك احنا هنسفرك تشتغل بره. ده شغل بجد؟ ده سمسرة الهجرة. احنا ملناش في دول، واحنا بنسيبش بلدنا ابدا بالطريقة دي. الكذبة التاسعة، واحد هيقول لك انا مكتب توظيف بس هعمل لك الانترفيو النهارده في كافيه. اي حد فينا بصراحة بيروح يعمل انترفيو في كافيه بيبقى هو بيقول انا نازل اشتغل، انا نازل يتنصب عليا النهارده. الكذبة العاشرة، يقول لك قبل الشغل الشركة طالبة منك تاسك، هيقولها لك كده بشياكة، مهمة عمل يعني، فطالبة منك تعمل 10 تصميمات لو انت مصمم جرافيكس، او تترجم 9 مقالات لو انت حد بتعمل كده، او تقفل لهم حسابات السنة. حاجات غريبة ومرعبة دي مش ممكن تكون هي دي اختبارات الوظيفة، تاسك بدون اجر. على كل حال في ناس بتوافق على ده بس عشان توري شغلها وتزود مهاراتها، لكن على كل حال مش ده المفروض ان تبقى المهمات الاولية بدون اجر. لكن برضو أكيد مش دي كل الصورة، وإحنا أكيد لما بنشاور على الكذبات عشان ناخد بالنا، لأنه في ناس كتير عندهم شغل عالي وأدائهم عظيم جداً في مكاتب التوظيف، وهنعرف حالاً تحدياتهم بعد الحظات.
زي ما اتفقنا مكاتب التوظيف زي ما احيانا بيبقى فيها حاجات بتقلقنا، لكن هم الناس اللي بتشتغل مظبوط عندهم تحديات رهيبه جدا. اول تحدي انا مش قادره اسميه قوي تحدي، لكن بسميه اهميه مكتب التوظيف. مكتب التوظيف بيعمل حاجه مهمه جدا، هو بيقلل الضغط على اقسام الموارد البشريه في الشركات، لانه المسؤول عن الموارد البشريه مش هيعرف يعمل نفس المهمه. زي ما كنا بنتكلم من دقايق، كل ما بتوسع الفرصه، كل ما بتعمل اتاحه وبتخليها لعدد اكبر من الناس، كل ما فرصه انك تلاقي شخص كويس موجوده وحاضره. فبالتاكيد الدور بيبقى اهم واقوى عند مكاتب التوظيف من انه شركه تقدر تتفرغ تعمل الدور الصعب ده. التحدي التاني بقى، هما كل يوم بيراجعوا عدد مش ممكن تتخيله من طلبات التوظيف. عارفين يعني احساس كده انه لما تقول مطلوب محاسب في بلد بيتخرج فيها 400,000 محاسب، ولما تقول عايز حد بيشتغل في السوشيال ميديا مثلا، وانت عارف ان احنا كلنا متخيلين نفسنا شاطرين في كلنا، يعني كلنا فاكرين ان احنا اجمد ناس في السوشيال ميديا. هما بيشوفوا عدد كبير جدا من الطلبات كل يوم. التحدي الثالث، وده كمان صعب وخصوصا لو شخص بقى مش اجتماعي قوي، كم المقابلات اللي بيعملها مسؤول الموارد البشريه في شركه التوظيف مرعب. هو الراجل ده مطلوب منه طول اليوم يشوف بني ادمين من ثقافات مختلفه، من خلفيات مختلفه، وبتعليم مختلف، وكل واحد بقى وذوقه. التحدي الرابع، لما تبقى الشركه محتاره، يعني لما خلاص انا قابلت ناس كتير وانا عندي 8 كويسين، صعب جدا القرار، خصوصا لو شخص متردد يختار مين فيهم. الـ8 غالبا ينفعوا للشغلان، صعبه وبجد اعتقد كمان انها مسؤوليه ضميرهم بيوجعهم. التحدي الخامس، شركات التوظيف نوعين، نوع زي ما اتفقنا بيبيع اوهام، ونوع فعلا هو شايف او الناس شايفه انهم بيحققوا لهم احلامهم. هما بقى عندهم التحدي ده انه اولا يقنعك انه هو بيقدم خدمه بجد، لا هو قادر يحقق لك احلامك ولا هو بيضحك عليك، هو بيشتغل كويس. التحدي السادس، مكتب التوظيف مش بس حضرتك او احنا الزباين بتوعه، الزباين بتوعه كمان الشركات، فهو محتاج يقنع الشركات ان دوره مهم. ده تحدي صعب لانه بيحاول يقدم لهم حاجات كتير جدا لتسهيل الفكره دي. التحدي السابع، في حاجه كده معروفه في الشركات الكبيره اللي مشغوله طول الوقت، حاجه اسمها التوظيف المرن. يعني انا عايز 50 شخص يشتغلوا معايا لمده اسبوع، الشركه عمرها ما هتضيع وقتها في الموضوع ده، هتوديها لمكتب التوظيف. والحاجه دي بتتكرر مثلا 3-4 مرات في السنه مع شركات كتير، فهو مطلوب منه عدد كبير من الناس في وقت قليل، وبيتغيروا وبيجي غيرهم. التوظيف المرن تحدي. التحدي الثامن، انك تبان في وسط حد جنبك. شركات التوظيف، انا ممكن بكره الصبح افتح شركه توظيف، وانت ممكن تفتح شركه توظيف، مفيش تخصص معين يعني قاصر عليه انه حد يفتح شركه توظيف. طبعا الناس اللي عندها خبرات في الاتش ار هم الاشطر والاقدر، لكن هم بيتفاجئوا ان في سوق العمل شركات توظيف صعبه جدا ومن خلفيات بيبقوا هم مستغربين انها موجوده. التحدي التاسع، انهم يتحققوا انك تنفع ومناسب وبالبلدي كده هتشرفهم، لان هو ممكن يختارك وممكن يقتنع بيك في الانترفيو، لكن بعد شهر يسمع كلام ما يعجبش من صاحب الشركة أو المؤسسة. التحدي العاشر، شركات أو مكاتب التوظيف اللي بتشتغل مظبوط ممكن ما تلاقيلكش فرصة النهاردة، لكن هي كأنها قاعدة بيانات كبيرة جداً، كل يوم عن يوم بتزيد. يعني هم ممكن يرشحوك لوظيفة ما تنفعش فيها، وممكن يرجع يرشحك لنفس الوظيفة بعد شهور، عشان كده دورهم مهم جداً. تحدي بقى إنك ما تتضايقش، وإنك تستنى، وإنك تصدق إنهم فعلا لسه بيدوروا لك على وظيفة. خد نفسك شوية يا غالي وارجع نكمل شغل عالي. نرمين النمر، المؤسس والمدير التنفيذي لموقع ومجتمع الحريفة للعمل الحر وللعمل أونلاين. أكثر من 8 سنوات خبرة بمجال التسويق والعلاقات العامة، أتاحت عبر منصة الحريفة بيئة عمل آمنة لأصحاب العمل الحر ورواد الأعمال في عدة مجالات. أهلا
يا مساء الخير. يا مساء الفل. نرمين النمر مش كده؟ اه بالظبط. ازيك يا نرمين؟ الحمد لله. ايه الحاجه الحلوه اللي انت عاملاها دي؟ يعني كانت فكره مجنونه والحمد لله. يعني هو كل الافكار المجنونه بتصيب. بالظبط. بس بتحتاج شويه تخطيط يعني وشغل كتير. تخطيط وشغف وسهر وليالي وشغل يعني. طيب احنا بنحكي لكم يا جماعه عن نرمين النمر، مؤسسه موقع الحريفه. وموقع الحريفه دلوقتي عليه متهيألي الاف من الناس، صح؟ اكتر من 40,000 مستخدم. حلو قوي. انت عملتيه كموقع ولا كابلكيشن؟ موقع الكتروني عشان الناس بتشتغل من خلال اللابتوبس او الكمبيوترز اكتر. اوكي، واحكي لي بيخدم انهي قطاع من الناس؟ هو موقع للتوظيف بشكل عام ولا لفئه معينه؟ احنا مركزين على التوظيف الحر المستقل الفريلانسرز والعاملين عن بعد اونلاين من خلال الانترنت. حلو قوي. يعني مثلا يعني انا عايز حد يعمل لي تصميم، عايز حد يعمل لي يترجم لي مقال، حاجات شبه كده اللي هي شغلانه هتتعمل بسرعه وخلاص. برمجه؟ لا مش لازم بسرعه، ممكن برمجه تقعد شهور وفي بروجكتس تقعد سنين، بس هي مش موظف في الشركه. حلو قوي. بيشتغل من اي مكان في اي زمان. مش مرتبط بمكان محدد او وقت محدد. والتجربه دي اعتقد ناس كتير قوي من الشباب مقبلين عليها، لانه كل الناس يا اما عايز تشتغل شغلانه تانية يا اما دي طريقه شغل. يعني الى اي مدى الموضوع ده مربح؟ يعني احكي لي كده عن قصص نجاح حصلت عندك او شفتيها. هو الاهم من انه مربح، هو مختلف وجديد ومش تقليدي. لا مش مربح ليكي صدقيني، مش هنقول عليكي. لا لا يعني لا، مربح للناس. هو اي حد بيتعب على شغله بيلاقي وربنا بيكرمه، ده اكيد. فهو علشان يبقى مربح لازم يبقى فيه بريبريشنز وفيه اعداد للشخص اللي هو الفريلانسر او المتخصص الحريف، بقى عشان احنا الحريفه المتخصص في مجاله. فهو على قد ما اشتغل وبقى بيشتغل على المهاره بتاعته وبيطور من نفسه، هيجيله فلوس كتير. بالظبط. لو ما اشتغلش وقعد في البيت واشتكى وخلاص محدش هيعرفه. الموقع بيعمل دور الوسيط بس ما بين مقدم الخدمه وما بين اللي بياخدها، ولا كمان انتوا عندكم شروط معينه انه يبقى عندك الناس دي في قائمه الحريفه اللي عندك؟ بصي، هو البروسيس كلها او الماتش ميكنج اللي بيحصل من خلال المنصه. احنا وسيط مالي واداري وبنتدخل في حدوث اي لا قدر الله اي مشكله ما بين الطرفين. وبنعمل بريبريشنز برضو، ورك شوبس وورش عمل وبرامج تدريبيه للطرفين الحقيقه. يعني تدريب مهم حتى للناس انهم يكونوا جاهزين لسوق العمل حتى لو فريلانس. يعني اهم. عارفه ليه بسالك السؤال ده؟ لانه المشكله ان احنا افتكرنا كده او اتسوقت لنا بالغلط فكره انه الفريلانس ده الهاوي. بس ازاي بقى يتحول الشخص الهاوي ده لمحترف حريف؟ ايوه. لا، الفريلانسر اصلا الشغل بتاعه اصعب من الشغل التقليدي، لان انت بتعملي اسم لنفسك. يعني انا بعرف الفريلانسر على انه شركه متنقله. يعني هو بيعمل تسويق لنفسه، هو اللي بيجيب الشغل لنفسه، هو اللي بيعمل براند، هو علامه تجاريه لوحده. بيعمل اسمه، سمعته، التوقيت، الالتزام، التواصل، تايم مانجمنت. يعني محتاج بريبريشن قوي عشان يقدر يبقى ناجح. هل ممكن الموقع يضمن لي لو انا مثلا طلبت من حد انه يصمم لي حاجه، هل يضمن لي الموقع انها توصلني في الوقت المناسب، وانه الشخص ده بعد ما اخذ الفلوس ما يختفيش مثلا؟ كل المشاكل اللي معروفه ما بين الفريلانسرز واللي بيطلبوا الخدمات. يعني احنا وجودنا موقعنا علشان الموضوع ده. الدفع بيكون من خلالنا مقدما، مش بيروح للفريلانسر قبل ما هو بيسلم الشغل في الوقت المتفق عليه. والعميل بيدفع مقدما قبل لينا، عشان كده احنا وسيط مالي واداري عشان نحافظ على حقوق الطرفين، ولو حصل اي حاجه نقدر ان احنا نتدخل بالخبراء اللي موجودين عندنا في المنصه. وبعدين طيب ماذا لو بيسلم ما تسلمتش بقى المهمه؟ ما بنشوف بقى ما طلعتش حلوه. بصي، اصل ده في وات اف كتير، ماذا لو اسباب. أيوة، كتير لازم افهم انت ازاي بتديري. بصي عارفه ليه بسالك؟ أيوة. اصل اداره البشر دي اصعب حاجه. فانت بتديروا سلوكيات ناس وتربيه ناس واخلاقيات وشطاره، فكل ده صح في منصه صعبه قوي. صح.
يعني احنا مثلا من ضمن يعني فخورين جدا ان المنصه بتاعتنا يعني اشتغلت معاها المسؤول لليجا الدوري الاسباني. جاب مصري مصمم مصريه اسمها زينب اخذها من الموقع وتصور عندنا في المكتب بتاعنا فاحنا فخورين بده. طبعا الاداره بتاعه المنصه مش اداره سهله خالص عشان كده مش اي حد ممكن يعمل موقع وخلاص. الموقع سهل يتعمل طبعا. هي فكره الاداره بتاعه الناس. بصي زي ما انت قلتي ممكن ماذا لو حاجات كتير لو الفريلانسر اختفى او ما ردش او 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 الفلوس كده كده بتاعه العميل موجوده في المنصه بيتشوف له حد تاني على طول. لو الشغل ما عجبهوش بياخد مره واثنين وثلاثه واكتر من اختيار عشان يوصل بالظبط ويقدر يعمل تيست كمان للفريلانسر قبل ما ياخد الشغلانه. فكل الحاجات متاحه فاحنا مر علينا كتير أكيد. يعني اكيد وانا عارفه انه في منصات عالميه يعني بتخلي بالزبط. الشغل متاح عالميا عشان كده عايز اسالك هل المنصه بتاعتك بتوفر اصل احنا عندنا هنا ناس كتير حريفه وقالوا ان هم حتى يعني فويس اوفر شغلانات تانية فهل المنصه بتاعتك ممكن تكون باب لناس انها تنطلق بره زي ما قلتي كده في اماكن انترناشونال؟ احكي لي يعني هل هي باللغه العربيه بس ولا كمان اقدر حد بيعمل بالانجلش بيدور بالانجلش هيلاقي الناس المصريين بتوعنا والحريفه المصريين بتوعنا؟ طبعا عندنا يعني احنا عندنا عملاء يعني من السعوديه من الامارات من الكويت واحنا عشان لسه كمان بنبني وبنطور فاحنا عمركم كام سنه عمر المنصه؟ ثلاث سنين. بنبني مجتمع متكامل في أكثر من 40,000 مستقل في مجالات مختلفة شركات مختلفة قطاعات مختلفة. عشان كده أنا مبسوطة قوي أن أنت عاملاها مصرية وبتشجعي شباب أكتر في مصر فمبسوطة بيكي قوي. طب عايز أسألك إيه الناس الأكتر يعني اللي عندهم فرص أكتر الناس بتقبل على إيه؟ أكتر وظيفة مطلوبة عندك في المنصة؟ البرمجة طبعا البروجرامينج التكنولوجي. ده يؤكد اللي بيتقال هنا يا جماعة على هذه الكنبة إن مصر انتبهت للتحول الرقمي وإنه في اتجاه حقيقي للاحتياج للناس دي طبعا يعني انت بتواجبي العالم كله. التكنولوجي دلوقتي هي اكتر المجالات اللي هي بومينج وبتطلع وفيها مهارات كمان كتيره جدا. اصل احنا بنتكلم عن قطاع التكنولوجيا قطاع كبير يعني كنت متخيلكي هتقولي ما اعرفش ليه الجرافيك ديزاين ده كمان ما هو يعني اي ما هو الفيجوال بقى ما احنا هنيجي بقى بعد كده اول حاجه البرمجه بعد كده التسويق الالكتروني بقى والديجيتال ماركتنج ده بيدخل بقى فيه حاجات كتير قوي بيدخل فيه الكتابه بيدخل فيه تصميمات الفويس اوفر الفيديوز المودريشن يعني كل حاجه يعني انت بتبني كيان كامل كل الناس بتشتغل كم من الطاقه كم من الفرص ما بقاش في مستحيل دلوقتي ما فيش حد يقدر يقول ما فيش شغل حلوه قوي لا في شغل طبعا بس بطرق مختلفة بس يبقى عندك انت مهارة تؤهلك مهاره طبعا يعني انا بحس برضو ان احنا عندنا كام آفة كده في الشغل وفي طريقه تعاملنا مع بعض لازم نبطلها وانت هنا في برنامج الشغل بقى ايوه يا ريت انا عايزه اطلع اللي في قلبك عايزه اقول طبعا ايه الحاجات يعني. اللي بتستفزك مثلا بتنرفزك بتحسسك ان هو ليه الناس بتعمل كده عدم التقدير النقد الغير بناء بصراحه اللي هو انا يعني ساعات بيبقى في حد بيدخل طب انتوا عندكم كذا طب مش عارف ايه احنا لسه بنطور احنا لسه بنبتدي احنا لسه ستارت اب شركه ناشئه ده بيضايقني شويه بس على العكس في ناس كتير بتدعم في ناس في ناس جايه لنا من محافظات عشان تحضر معانا الحلقه فيعني احنا الحمد لله الموقع عليه يعني شباب وحريفه وبنات من كل محافظات الجمهوريه فده بيخلينا يعني عندنا قادرين نعمل نكمل كمان شويه بيبقى الاتيتيود مهم جدا في الشغل طريقه العمل طريقه التواصل سلوك الشخصي بقى في مواقف مختلفه طبعا في التعامل مع العميل مع الكلاينت لازم يبقى فيه احترام لازم يبقى فيه تواصل على طول يرد عليه العملاء حط نفسك مكانه يعني دافع فلوس فبيبقى عايز ياخد مكانها حاجه ويتقدر ومن الناحيه الثانيه العميل لازم يقدر الفريلانسر احنا عشان منصه وسيطه فاحنا بنراعي الطرفين طبعا لا حلو ده كتير الالتزام بالمواعيد اخباره ايه في ثقافتنا يعني بلا صعب شويه ما انا عارفه ان انت هتقولي كده صعب شويه بس في على العكس في ناس ملتزمه جدا جدا وفي ناس تانية ما عندهاش تقدير الوقت وغصب عنهم يعني ساعات الكرييتيف اندستري او الجرافيك ديزاينرز والناس اللي هي يعني كرييتيف وعندها نوع من الشغلانات اللي هي بتبقى تتطلب الهام وتتطلب فن
شوية الوقت بالنسبة لهم مش بيبقى موجود، بس في الأول وفي الآخر إحنا بيزنس يعني، ده مش تايم إز ماني بتتقال دايما كده، فالبيزنس مهم فيه الوقت. فإحنا بنحاول ندرب الناس على، إحنا حتى عاملين ويب شوب عن البرودكتيفيتي وعن التايم مانجمنت الفترة دي يعني مع بداية السنة يعني. عايزين نيجي نحضره أونلاين. أيوة. أخيرا لازم أسألك على مستقبل التوظيف، شركات التوظيف بشكلها التقليدي اللي كان مستقبل سيفيز وياخد الناس ويقابلهم كانوا بيعملوا دور عظيم يعني، كانوا بيوفروا كتير على الشركات وكانوا بيساعدوا في أنه في حد ما عندوش الفكرة حتى يقدم فين فكانوا بيلاقوله المكان ده. هل هتتحول إلى شكل البلاتفورمز والمنصات زي ما عملتي كده، ولا شايفة أنه هنفضل محتاجين للدور الوسيط ده؟ يعني بصي، هو دلوقتي الوصول للأشخاص ما بقاش صعب، هي الفكره في ازاي تنقي الحد الشاطر الكويس. الناس بقت موجوده بوفره وتقدري تجيبيهم من اي حته، وبس الفكره ان انت ازاي تدير العمليه دي، وخصوصا كمان ان احنا مش بنتكلم على محافظه واحده او بلد واحده، احنا بنتكلم على اونلاين، فاحنا ممكن يجي لي ناس من اي حته في العالم، فلازم احنا نكون مستعدين لده. فما فيش حاجه بتحل محل حاجه، ولكن احنا بنكمل بعض. انا بحب اقول دايما كده يعني، احنا بنكمل بعض وبنطور يعني، وجود المنصات زي المنصة بتاعتي بيطور العملية بيسرعها. أنا عايز أسألك، أنا بكمل بعض إزاي يعني؟ أقصد هل بتقدر التكنولوجي تخلينا نقيم الشخص ده؟ طبعا. يعني ما هو الانترفيو عشان تقييم، عشان يعرف الشخص ده مناسب ولا مش مناسب. صح. فهل المنصة عندها الأدوات أو الذكاء الصناعي يوصل لده أنه يعرف يقول الشخص ده شاطر ولا مش شاطر؟ بصي، في طرق كتير، في زي الريتنج والريفيو، أن كل حد بيتعمل له ريتنج وريفيو من الكلاينت اللي اشتغل معي، والعكس صحيح برضو، الفريلانسر بيعمل ريتنج وريفيو، بيتحط له تصنيف ويتكتب عنه بالزبط. كلمتين كده لطاف، بيقول أنه كان ملتزم لطاف أو مش لطاف أو مش لطاف. فعشان كده بنبقى بنخلي بالنا أن إحنا سمعة يعني، فريلانسر سمعة. في كمان بيتعمل تيست أو زي تقييم أو امتحان بسيط عشان يشوف المهارة وصلت لغاية فين. أنت ممكن تقيسي اللانجوج، اللغة، ممكن تقيسي حاجات كتير يعني، الكاركتر نفسه. لا، التكنولوجي دلوقتي تقدمت ان ممكن، مش هقول لك 100% ان الشخص ده مناسب، لان هو ممكن يكون مناسب ليا مش مناسب ليكي كصاحبة عمل. فهو ستيل الهيومن فاكتور مهم، التعامل مع البشر. طبعا مفيش حاجه بتلغي خالص، بس بتساعد، التكنولوجي بتساعد الحقيقه. حلو، بتساعد وتخوفنا شويه، لازم نخاف ونبقى جاهزين، لازم نبقى ملتزمين، لازم نبقى جاهزين. ايوه جاهزين بالظبط. انا بشكرك، شكرا جزيلا، شكرا ليكم لاهتمامكم يعني. لا، احنا مهتمين ومشجعين، وهنفضل نتابع المنصه ونشوف تطور الحلو ده، وان شاء الله نشوفك وانتم تقدموا خدمات اكبر لقطاع اكبر من الناس. يا رب. شكرا ليكي، شكرا جدا. وبين ناس استسلمت وبطلت تحاول ودور، وناس دورت ولقت ونجحت في حاجات جديدة ما كانتش متخيلة أنهم هينجحوا فيها، دول الناس اللي عملت شغل عالي. دي كانت حلقتنا النهاردة، أشوفكم على كل خير. لمشاهدة محتوى اللقاءات كاملا وتفاصيل ودردشة عن كل الشغلانات وكلام كتير من كبارات في كل شغلانة وفرص حقيقية لتطوير نفسك ومهاراتك،
وإيدين ممدودة تساعدك، تابعونا على